وصلت لكم لهاد النقطة، كتشمل لينا الأشغال ديال الجارديناج والتهيئة ديال هاد الشارع، وكتشمل لينا واحد المجموعة ديال الخدامي. كاين هنايا الميلي في الإنارة العمومية، كاين أمز فيغ ديال الجارديناج، كاين أفونتيز في ليكيب ديالهم هنايا رد البال مع لي فورو، وكاين اليك، وكاين الجي اللي مليه جدع.
حتى جساسي. عندنا هنايا خدامين لينا في واحد المستشفى الجامعي. هذا المستشفى الجامعي اللي غادي يحل لينا واحد المشكل كبير، مشكل كبير اللي كتعيشوا مدينه اكادير في الصحه. شوف هذاك مول الرموك اش كيرون، اش هو كترون الله يهديك، اش هو كترون كيضوب على الله يصح، اش هو كترون، اش هو كترون. ها انت شوف اشنو داير لهذاك مول الطوموبيل، صيفطوا ل صيفطوا ل الله يلا خرجوا صحا. عجيب 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 عجيب. شنو عندكم نتوما هنايا؟ قلنا لكم المستشفى غادي يحل لنا مشكل كبير لمدينة أكادير، لأن الطاقة الاستيعابية ديال الطاقة الاستيعابية ديال المرضى، الناس اللي كيولدوا وهادشي ديال ليرجونس وهادشي، مابقاش حسن تاني قد اليوم، مابقاش صعيب صعيب صعيب. هنايا لي فورو ما كيدوزو، شوف ميسر ليهم الأمور. هو راح يدو ليه الكرياج ديالو، شتوه من هنايا؟ صافي راح يدو ليه الكرياج من هنا، حيدو ليه المرياج، الجاردينات ديالو صافي مريكل، كل ما هي حاجة مريكلة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. يطيبون الرائعون. طريق صافي راه فلاشوا، ربطاو او فلاشاو، شوم صافي ربطاو فلاشاو، كوطما صافي هي مريكلة. شو كيما سمعتو غدا غيديرو لينا جي بي بي، غنحضرو ليهم في الجي بي بي نشوفهم كيفاش غيخدمو فيه. اخر مره خلينا ليكيب ديال الماليف كتحيد لينا في لي بوطو ديالها وكيريقلوا الامورات. الله يستر لهم الامور، الله يستر لهم الامور. داكو سير محمد الله ليك قصير. الله صافي زربوا على هذا القنت، صافي دار القنت راه صافي طلق فلاشوه شطبوه ورجلوه في انتظار المقابله التالي. اذا المتابعين الاوفياء خليتكم على خير، وما كان غير الله الوطن الملك ونمشي.